رح ننتقل لمساحة جديدة ضمن صباحنا اليوم. هاي المساحة أكيد بتهم الصبايا بشكل عام، يعني دائما عنا هاي الحيرة، نحن شو بدنا نلبس، عنا المناسبة الفلانية، حابة غير موديل، حابة ألبس شيء بعيد شوي عن الروتين وعن الموديلات اللي بسوق. دائما عالم الأزياء والتصميم هو عالم واسع، ويوم عن يوم أو فينا نقول كل يوم في تحديث لكل الموديلات. صحيح، ودائما قد ما كان في موضة رشا، دائما البنت يمكن بتقدر تخلق بصمتها الخاصة بعالم الأزياء، ومثل ما قلتي لما نكون في مناسبات يعني في استنفار، شو بدنا نلبس. شهرين قبل وشهرين بعد. صحيح، وبطلع نص العرس لابس نفس الشيء تقريبا. على أساس شيء جديد اليوم أنا. لنحكي أكثر عن الأزياء وعن الموسم الشتوي والموسم الصيفي، وشو أهم الموديلات اليوم للسهرة والأعراس. ضيفتنا لليوم مصممة الأزياء هلا حبش، حتخبرنا بكل هدول التفاصيل. يسعد صباحك. صباح النور. كيفك؟ تمام والله. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. خلينا هيك بالبداية، دائما نحن بنحكي بنقول هيك الموضة، هي الدارج هاي السنة، من وين بتنشأ الموضة؟ يعني مين اللي بيدرج هاي الموضة؟ خلينا نحكي إنه هي الموضة بس يعني هي للأزياء، ولا ممكن تكون للملابس العادية اللي احنا بنلبسها بشكل روتيني؟ هلا تقريبا الموضة بتطلع من فرنسا ومن إيطاليا، من دور الأزياء الكبيرة، شانيل وإيف سان لوران وهدول القصص، وهن بيحطوا تقريبا يعني خطوط الموضة والألوان الأساسية اللي بتنزل للفساتين وللسواري. يعني بالنسبه للالوان، الالوان دائما بتاثر على السبور شيك وبتاثر على الفساتين السهره، يعني بتاثر هون وهون، فيعني بنتبع الالوان دائما من دور الازياء العالميه. طيب اليوم هلا وقت اليوم حضرتك بمجال عملك ومصممه ازياء، بتقولي انه هذا الشتي، خلينا نقول لون الاسود هو لون الشتي بغض النظر عن اللون، او الصيف اليوم حنروح للون النيلي، اليوم على شو بتعتمدوا بتصنيف الالوان للمواسم؟ تصنيف الالوان للمواسم، كل موسم كصيف او شتاء يعني دور الازياء هي اللي بتنزل الالوان الدارجه. يعني مثلا هلا الوان الدارجه لهالصيف كانت اللي مضى كان في الالوان الوردي والالوان الباستل كلها، يعني الوان الباستل السماوي الفاتح، كان في جرأة صحيح بالالوان. ايه تمام، وكان في الاخضر مو معقول شو بكل درجاته، يعني الاخضر الكيوي، الاخضر الزمردي، الاخضر الغامق الفاتح كثير دارج، وكمان للصيف القادم لسه نحن نمشي بالاخضر كثير هالسنه. هي يعني لابسه اخضر اليوم، يعني ايوه هذا الاخضر كثير مشتاق على الموضه. والوردي كمان كثير دارج، الوردي اللي هو اللون اللي رايح بين الفوشيا والفوشيا اللي رايح شوي على احمر، يعني هذا اللون كثير دارج كمان للصيفيه الجايه. اليوم في شيء مميز عند هلا يعني كان بطريقه التصميم او بالاكسسوار اللي استخدمته؟ بس انا اول فستان كثير حبيته اخضر على زيتي. صحيح، يعني صاروا 20 سنة تقريبا بعالم تصميم الأزياء، شفنا كتير تصاميم متفاوتة إذا بدنا نقول، يعني مختلفة بالأفكار. اليوم خلينا نحكي على صعيد مثلا كل مصمم بيكون له بصمته الخاصة، صحيح؟ هلا شو بصمته؟ هلا أنا كتير بعتمد اللون اللي يلبق للصبية، يعني على بشرتها شو يلبق لها، هي أول خطوة. والقصة اللي تلبق لها، لأنه أحيانا بتكون طويلة قصيرة نحيفة، يعني كتير بدقق على هالموضوع، وتداخل الألوان، أنا كتير بحب تداخل الألوان. بصمتك بحب كثير تداخل الالوان، يعني دائما بحب فوت لون مع لون، حتى لو كان الوان الباستل مع بعضها او ان كانت الوان متضاده، يعني مثل كان الصيفيه الماضيه في الاخضر والتركواز مع بعضهم، او النيلي والاخضر والجمردي. شفنا فستان بهذا، يعني في فوشيا وموف، في وردي وموف. هلا الصيفيه هي اكيد كثير رح تشوفي كثير الوان الفوشيا والوان الموف مع بعضها. هاي الصيفيه الابيض كمان حنقول الابيض كثير، الابيض كمان دارج، يعني بقوه نازل هالصيفيه، مع انه بكل السنوات ما بينزل كثير لون الابيض، بس السنه كثير نازل يعني بشكل قوي.
طيب هلا حكينا عن الالوان، ولكن خلينا نروح للتصاميم. دائما بحب المصمم يكون في شيء خاص له، وشفنا اليوم هيك عن طريق الكليب اللي حضرتك جهزتينا اياه يعني انه في لمسه جريئه، يعني كان بتداخل الالوان ان كان بالورد، ما في شيء ساده، ما شفنا شيء ساده، يعني دائما بتحبي انك تدخلي شيء على القطعه تعطيها روح. اليوم التصاميم بتعتمدي على حالك، افكارك، حضرتك خريجه فنون جميله، هذا الشيء اكيد ساعدك بالقصه. واليوم اكيد الصبيه وقت اللي بتجي بتعطيكي فكره عن القصه. هلا طبعا يعني الصبيه اللي بدها تيجي تلبس الفستان او المدام اللي تيجي تلبس الفستان احيانا بيكون يعني هي بتعطيني اول شيء بستوحي منها انه هي شو بتحب او شو حابه تلبس مثلا، عرفتي كيف؟ ودائما بساعدها انه تاخذ التفصيل اللي تلبق لها وتلبق لجسمها لطولها للون بشرتها، لانه كثير هاي الامور كثير يعني بتعطي لمسه للفستان. ودائما يعني مثل ما شفتي هلا لمسات العقد وهالشغلات اللي بنحطها على الفستان يعني بتعطيها هيك روح افه يعني قويه للحركه، يعني بتعطي حركه وبتعطي روح حتى اذا كانت فيها الوان متضاده او هيك. فتصميم الفستان دائما بيستوحي من الزبونه بنفسها من ذاتها، وبعدين بحط التصميم وبعدين بفصل الفستان. طيب كثير بنشوف هاي الحاله بتجي زبونه مع الصوره بدي مثل هذا، بتحب تفضلي هاي الطريقه، بتحبي تشتغلي فيها ولا لا انت بتشوفي اذا الملائم وبتعدلي له بحيث انه هو يناسبها اكثر؟ هلا كثير احيانا بيجوني زباين انه انا بدي مثل هذا الفستان بالضبط مثله، ايه بدي مثل هذا الفستان. هلا بحاول انا اني يعني هي بتكون حابه تلبس هذا الموديل لانه هي بتحس حالها لما بتوقف على المرايه انه هذا الموديل هو اللي بيلبق لها، يعني بيلبق لها هذا الضيق او هذا القصير او هذا. بساعدها احيانا بيكون في نقاط غلط يعني، فبقيسها فستان من عندي بحيث انها غير لها فكرتها انه في شيء بيلبق لك او في شيء ما بيلبق لك. في شيء ثاني كثير بتكون هي الفكره انه هو بيلبق لها او هالقصه بتلبق لها، فبقيسها فستان انه يكون قصته تلبق لها لحتى تقدر يعني تتخيل كيف راح يطلع بعدين الفستان اللي انا بدي صمم له. طيب هلا خلينا نحكي، شفنا بضمن الكليب هيك ان شاء الله هلا نرجع نشوف ولو جزء منه، نحن عم نحكي نستعرض الفساتين، شفنا شيء للزفاف فستان عروس. اليوم هذا قد ايه بده دقه وقد ايه بده شغل، قد ايه بياخذ معك وقت؟ هلا فستان العروس تقريبا يعني اقل شيء بياكل شهر شغل، لانه بيكون فيه تفاصيل كثير كبيره خاصه لما بيكون فيه تنزيل رسمه معينه على مساحه كثير كبيره، لانه احيانا بيكون الفستان بياكل 14 متر مثلا، احيانا بياكل 9 امتار، احيانا بياكل 7 امتار، يعني حسب حجمه قديش بده يكون الشاحط تبعه او بده يكون الحجم من ورا. فاقل شيء بياكل شغل شهر يعني متواصل، والتفاصيل اللي فيه دائما بعد ما يعني منظبط بدنا نحط الحجار، وبدنا نحط الحجار اللي تلبق له، وين بدنا نحطها وكيف، يعني بياكل تفاصيل كثير وبياكل شغل. عم نشوف بعد اللقطات فساتين عرس وكانه قديش مشغول فيهم وعن جد قديش فيهم تفاصيل. انا كنت اسالك انه شفنا السنه الماضيه نرمين كثير بالفتره الماضيه كان شاحت كثير دارج للعروس. مزبوط، رح نرجع نبقى بهي الموضه؟ اكيد اكيد حتبقى يعني؟ اكيد 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 الشاحت العروس يعني هذا شغله مو انه موضه او بتبطل او ما بتبطل، هو يعني دائما بده يكون متواجد لانه بس يعني فيه حركه ثانيه انه ممكن نحن نرفعه. بس كنا نشوف انه عرايس ما تروح له يعني هلا على حسب حجم الاعراس، يعني دائما الاعراس لما بتكون كبيره وبيكون في عندك حجم الصاله كثير كبيره، فبتفضل العروس تكون فستانها شوي كبير لحتى تظهر. احيانا بتكون في حفلات صغيره او يعني ما أنا كبيره كثير فبنلم الفستان شوي او بتكون حجمه اصغر. يعني بحس بيعطي هي جمالية للعروس، يعني بتحسي عن جد بهجة عروس، عم تشوفي عروس قدامك صح. يعني صحيح. طيب خلينا نحكي أكثر عن موضوع تكرار الموضة خلال السنوات، دائما بنشوف شغلات نحن شايفينها بالثمانينات أو التسعينات أو حتى بفترة قصيرة بتروح وبترجع، هيك دائما أهالينا بيقولوا لنا إنه مثلا ما تكبوا هي الشغلة بترجع موضتها. مزبوط. خلينا نحكي عن في شيء رح يرجع هذا يعني بالربيع بالصيف موضة قديمة. دائما موضة السبعينات هلا كثير يعني من السنة الماضية والسنة اللي قبلها يعني وحتى السنة الجاية رح نضل نشوفها، لأنه
موديلات السبعينات بتعطي انوثه، يعني الخصر الضيق مع الفستان العريض القصير شوي بيعطي انوثه للصبيه. صحيح. ف يعني نحن دائما يعني بتميل دائما الموضه لانه تظهر انوثه المراه. فدائما حنشوف دائما لسه لسنوات لقدام حنشوف موديلات السبعينات لسه انها رح تضل دارجه. حتى الكوب العريض شفناه كثير بالفتره الماضيه، ان كان بالبناطلين بالسالوبات، يعني رجع ورجعت الصبايا تحب. يعني اول شيء شوي هيك الفكره انه نرجع على ايام زمان نلبس الكوب العريض، ولكن كثير بيلبق وانا كثير بحبه. يعني بلاكس بتلاقيه بيخفي بعض الدفايات، النحيفة بيعطيها كمان شكل حلو. يعني مظبوط. هلا هو هالستايل اللي هلا دارج كثير بانه الثياب العريضه او اللي فيها شويه فضفضه او وساعه بتضيع التفاصيل، عم بتضيع التفاصيل، وعم يعني الناس عم تروح لللباس المريح. يعني الشغل صارت يعني صار الدوام اكبر، الوقت طويل اكثر، دائما الملابس سبور شيك عم تروح للاريحيه، عم تروح للأريحية. طيب خلينا نحكي اليوم عن نصائح ممكن تقدميها لكل سيدة حابة تجدد بخزانتها. إذا بدنا نقول نحن هلا الشتي قرب يخلص، فايتين على مرحلة جديدة ربيع وصيف، فكيف ممكن هي تجدد بخزانتها أو حتى تختار قطعة جديدة حابة تقتنيها؟ هلا نصيحتي لكل صبية إنها تلبس شيء بيلبق لها، ما تلبس يعني تروح كثير ورا الموضة، لأنه دائما الموضة يعني في إلها خطوط معينه، ممكن ما تلبق لها عريض ضيق كذا، يعني دائما تلبس القطعه اللي هي بتشبهها وبتلبق لها وبتبرز انوثتها. يعني انا هذا نصيحتي لها. قبل ما نودعك هلا في شغله نقطه الكل يعني كل حدا عم يشوفنا رح يعرف انه هي موجوده، بتقلك انا ما عندي شيء البسه، بتفتحي الغزانه الغزانه مليانه بس لا البنطال بيلبق على الكنزه ولا الكنزه لا بقى على البنطال. اليوم شو سبب عدم التنسيق؟ اليوم كيف هيك قادرين انه عن جد يكون في اساسيات بالخزانه ما نفتحها ونقول نحن ما عندنا شيء مسكر؟ هلا انا دائما بقول انه دائما الخزانه نصيحه لكل صبيه كمان، الخزانه لازم تترتب بالاطوال. يعني القمصان لحال، البناطيل لحال، الجواكيت لحال، كل شيء لحال لازم وبالاطوال. هذا كثير بيساعدك انك لما بدك تنسقي قطعه بدك تلبسيها وتوقفي على المرايه تلبسيها، كثير بيساعدك تنسيق الخزانه. وسحب القطعه اللي لونها مثلا انت حابه هذا القميص مثلا لونه اصفر على فرض الله، بتاخذيه عند البناطلين والبناطلين مصفوفه قدام بعضها، فبتقدري تختاري له البنطلون اللي يناسبه او الجوب اللي تناسبه، يعني بيكون اسهل لما بتكون الخزانه مرتبه بالاطوال وبالتفاصيل، بيكون كثير اسهل على الصبيه. وفي شيء باختيار الالوان يمكن بصير بالفطره مثل ما قلتي تلبيق الالوان قدام بعضها، في شيء بيقولوا لك مثلا مصممين انه نحن بنستوحي الالوان من الطبيعه، هو اسهل شيء يعني تلبيق الالوان من بعضها. تمام، بس شوفي يعني تناسق الالوان دائما بالتطبيق قدام بعضها، لانه درجات الالوان كثير بتختلف. صحيح. صحيح. يعني الاورانج له كذا كذا درجه، الاخضر، الاصفر، كل شيء له درجاته، والدرجات ما دائما بتطبق مع بعضها. نتشكر حضورك لليوم، صباحك حلو، هي هيك الببيونه حلوه. حبيبتي تسلمي. شكرا هلا، ان شاء الله يكون نشوف اسمك بين المصممين العالميين ونشوف بس لك بسمه حلوه. اهلا وسهلا. هلا حبيبتي، شكرا كثير لك ولوجودك معنا ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. حبيبتي شكرا.